اوكي ما يمكنش نبقاو جالسين غير هكاك. مورا ما كنا مع الوالدين رجعنا كنجريو حيت الرعد بدا كيضرب كما قلت لكم. الشريحه كيخصك تقابلها وتعطيها وقت ديال بصح. دابا غادي نحاولوا نغطيو انا وناصر هذيك الشريحه كامله اللي هنايا. صافي واجدين معنا؟ يلا تابعوا معنا شوفوا كيفاش غادي نغطيو هادشي. اي كنت مخبعكم هنا من الشتاء. الواليده اما فين غاديه؟ راه الواليده غاديه في الشتاء مسكينه تجيب شي حاجه. يلا سير. انا الواجد واجدين رجعنا لكم من جديد من بعد ديك المغامره الصغيره اللي شفتو معنا مع الوالد. اذا كيف ما قريتو في العنوان راه غادي نحاولوا نديروا لكم الجيف واي اللي كنا وعدناكم بها انا والوالده. هيا يا وليداتي ابنياتي ايوا هادشي غادي ندير لكم اللي قدرنا عليه. ايوا غادي نوصلكم سيفطو نور الدين ديالي. ايوا ادعوا معنا ادعوا معنا بزاف بزاف. اذا كيف ما كتشوفوا معايا نقوموا بالاعداد ديال داك دوك لي باك اللي غادي نصيفطو لكم في الجيف واي اللي كنا وعدناكم بها. صراحه من قبل كنا حطينا جوج لي فيديو قلت لكم هبطوا لتحت ديروا كومونتير وديروا لايك ودخلوا عندنا الانستغرام. والناس اللي داروا هادشي فغادي يحاولوا يشاركوا معنا في هاد القرعه البسيطه صراحه لان كتشوفوا عندنا شي حاجه والانسان بزاف تيبغي الحاجه رغم انها بسيطه ولكن كيبغي يتذوقها. لهذا قلنا لما لا نديروا واحد الجيف واي بسيطه ديال الشريحه اول مره على اليوتيوب جيف واي خاصه بالشريحه. المهم هادو هما لي باكي فما كتشوفوا معايا اللي صوبنا لكم بحال هكا. غادي نشدوه بحال هكا ابخي نديروه في الساشي بحال هكا. غيجي الساشي بحال هكا غادي يوصلكم ان شاء الله حتى للدار ديالكم الناس اللي غتجي فيهم القرعه. اذا بكل بساطه غادي نشرح لكم الطريقه راه سهله جدا. الفيديو اللي قدم اللي قبل اللي كنت قلت لكم شاركوا فيهم درتو لي كومونتير فاحنا غادي نجيبوا اللابتوب هنا قدامكم وغادي تحاول الوالده هي اللي تعجل ودع على الله يعني سحب عشوائي اللي جا فيه الحظ. خاص لي كومونتير ديالو يكون عنده علاقه بالفيديو اللي درنا يعني ماشي غيقول لي تبادل الاشتراكات او الدعم وداك الشيء ما عندنا به غرض. خاص كومونتير يكون عنده علاقه بلا فيديو ديالنا او لا بينا الى غير ذلك. الشيء الثاني اللي بغيت نهضر عليه هو انه الا كان في المغرب فغادي نصيفطوا له حنا غادي نتكلفوا بتكاليف الشحن وباي حاجه الا كان ساكن في المغرب لان اي حاجه بغيتي تصيفطها في المغرب فكتخلص عليها مبلغ ديال 49 درهم باش كتصيفطها. مثلا غنصيفطوا شي كميه من هذا الشيء تنخلصوا عليها 49 درهم في المغرب. دونك طريقه سهله جدا. اما فيما يخص الناس اللي تيسكنوا خارج المغرب اللي تنقدموا لهم واحد التحيه كبيره بزاف 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 كنحييكم واحد واحد فين ما كنتوا ساكنين في اوروبا ولا في العالم باسره. فكنبغي نقول لكم بانه الى شي حد منكم جات فيه القرعه وجا فيه الحظ فسمحوا لي ما نقدرش صراحه باش نتكلف تكاليف الشحن باش نصيفطوا هادشي. الانسان هو اللي يكون صريح يعني الى شي واحد منكم جات فيه القرعه ما فيها باس يتواصل معايا ولكن نشوف الطريقه كيفاش وفين غادي نحط له هاد البركه اللي غادي توصلهم في النيد الوالده. اي يا ولدي حد موفقه وليداتي راه راه هادشي اللي عند خالتي تقول ماما يلا هي غادي تشدوا هادشي ان شاء الله غادي تذوقوا من يدي هاد الشريحه هادشي اللي عندي في البلاد ديالي. ايوا بغيت تدعوا معايا داك الشيء اللي كاين. هيا دعوا معايا ودعوا مع نور الدين ديالي حتى انا غادي ندعي معاكم. الواشوياتي واشوتي ناس حفاتي احباباتي كل شيء فين ما كانوا البنات والولاد والرجال. ايوا هادشي اللي كاين. ايوا مرحبا بكم عندنا. اذا واجد الوالده واجد يلا ننطلق نديروا لهم جزوه. كما كتشوفوا معايا دابا في السكرين
ديال اللابتوب. هنايا كاينين لي كومونتير ديالكم اللي كنتو كومونتيتو على الفيديو. شوفوا معايا تبارك الله وما شاء الله عليكم عدد لي كومونتير اللي هو كثير بزاف بزاف بزاف. يا طريقه سهله باش نديرو سحب القرعه، ممكن نحز انا اللين ديال الفيديو ونحطه في شي موقع واحد اخر هو يعزل لينا الاسماء ديريكت، ولكن قلت لي مالا نجربوا الطريقه البلديه طريقه عشوائيه. اذا الطريقه سهله جدا، راه يديك المهمه غتهز الواليده صباحها غادي تحطو هنايا، ياك غتحطو هنايا الواليده تحط صباعها، وانا غادي نبدا ندوز لي كومونتير بشكل سريع على هذا الشكل هذا. غير تقول لي الواليده حبس اولدي ونحبس، اللي جا في صبع اليد الواليده على الكومونتير فهو اللي غادي يكون الفائز الاول، وغادي نديرو السحب القرعه لثلاثه ديال الاشخاص هما اللي غادي يفوزوا معنا ان شاء الله. اذا نبدا على بركه الله. سير الواليده حطي صبعك اكماني هاكك، يلا انا غادي نبقى ندور الواليده ونعطيو الفرصه حتى يدوز بزاف التعليق وقول لي احبس نحبس صافي. يا الله يسهل عليكم وليداتي يا بناتي، الله يسهل عليكم، الله الله معكم. يلا الواليده دابا فاش تقول لي راني واجد، يلا غير حبس وقوليها لي. يلا سير حسبي ثلاثه، حسب واحد جوج ثلاثه حبس يا نور الدين ديالي. انا حبس بلاتي الكومونتير هذا، الكومونتير الاول ديال برشلونه، ناري على برشلونه الله يعطيك الصحة، أنا من الجزائر حمقتني الكرموس. المهم هذا هو الكومنتير، غادي نخلي لكم السكرين ديالو باش تشوفوه معايا، وصاحب التعليق هذا عافاك يجاوبني في أول تعليق في الأسفل، هذه الطريقة، وقول لي أنا هي صاحبة التعليق ويخلي لي الإيميل ديالو باش نتواصل معاه إن شاء الله. نشوفوا الاسم الثاني وفي الفيديو الآخر. يلا الوالدة حطي صبعك بنفس الطريقة، يلا العالة بركة الله. واحد جوج ثلاثة حبس يا نور الدين هذا صافي حيت سبعك الوالدة. عندنا مريم أميراتي، مريم أميراتي كتقول في التعليق ما شاء الله عليكم القناعة والتواضع والكرم تستاهلوا كل خير. إذا مريم أميراتي أنت كتشوفي السكرين ديال الكومنتير ديالك، الله يعطيك السر إلى ما تواصلي معنا، وخلي لي الإيميل ديالك في أسفل في التعليق في أول تعليق، فأنت من كنتي من المحظوظين اللي غادي نصيفطوا لك واحد الكمية إن شاء الله توصلك بخير وعلى خير. ندوزو الاسم الثالث، ندوزو الاسم الثالث سير. واحد جوج ثلاثة الله يسهل عليكم حبس يا نور الدين حبس هذا انا حبس جات كتقول الله يعطيك ما تمنيتي في خاطرك ويسهل عليك ويسر امورك ويسعد علي ويسعد عليك كل شر، قولوا امين يا رب العالمين. لايك والاشتراك صراحة كيف ما قلت لكم من قبل، الناس اللي كطلب لي الاشتراك وداك الشيء فما غاديش يدخلوا معنا في التعليق، ما غاديش يدخلوا معنا في المسابقة، فسمحي لينا بزاف الله يخطيك، وغادي نعاودوا الله يسهل عليك والله يوفقك، وغادي نعاودوا صعب القرعة مرة أخرى. لهذا أنا بغيت حنا بغينا شي حاجة اللي عندها علاقة مع الفيديو اللي حنا دايرين، نعاودوا هذه الوالدة ما دايزاش سير. واحد جوج ثلاثة حبس يا نور الدين جات في A.A. السلام خويا نور الدين، تبارك الله عليك على هذه الخدمة النقية، ممكن تقول لي بشحال تتبيعوا الشريط؟ وشكرا. إذا أخويا كنتي باغي تشري ساعة صدقتي رابح. أوكي أسيدي بالصحة والراحة A.A. عافاك خلي لي خلي لي الريبو خلي لي الإيميل ديالك أسفل في التعاليق، وقول لي بنفس الكوم بنفس الإيميل وبنفس القناة حاول تكومونتي لي بنفس الحساب باش نعرفك أنت، وخلي لي الإيميل ديالك وغادي نتواصلوا معاك إن شاء الله، وغادي نصيفطوا لك حتى للدار ويوصلك وتذوق منه بطبيعة الحال. إذا غندوز الاسم الرابع والأخير، واش واجدة الوالدة؟ واجد يلا سير. واحد جوج ثلاثة حبس يا نور الدين هدا جات فاتي نونو نونو بلاتي نونو ها هو واش بغيتي تسرق لنا نونو دغيا دغيا. فاتي نونو كتقول انا تزارت كتعجبني نقدر ناكل كل يوم بلا ملل بصحتكم السلام على خالتي ماما، وراه غادي تاكلي كل نهار وبلا ملل مع خالتي ماما عليك مبروك عليك. اذا فاتي نونو ما عليك غير تصيفط لينا الايميل ديالك اسفل التعاليق، جاوبي على الكومونتير اللي غادي نحط تما، ومبروك عليكم الاسماء الرابعه. والناس اللي ما صعفهاش الحظ باش انها تفوز معنا يا 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 المهم خدمنا معاك اوكي. اذا الناس اللي صعفهم الحظ وجات فيهم هذه المسابقه هذه كنبغي نقول لكم مبروك عليكم،
وتسهلوا ما اكثر. ولكن هادشي اللي في الاستطاعه ديالنا اللي نقدروا عليه صراحه ما كرهتش انا ندير جيف واي حتى لشي 50 واحد ولا 100 واحد ولا كاع الناس اللي فلاشين. ولكن كيف ما عارفين حنا فاش كنصيفطوا هادشي فتندفعوا عليه واحد المبلغ ديال المال، لهذا قبلوا علينا ومبروك على الاسماء كامله اللي فاز، وهذوك هما لي كومونتير ديالهم. وما عليكم غير تجاوبوني في اسفل التعليق في الكومونتير اللي انا حاط لكم تما باش تعطيوني المعلومات ديالكم باش نرسل لكم هادشي ان شاء الله يوصلكم بخير وعلى خير. بصحتكم اولادي يا بناتي، بصحتكم الله يعطيكم الخير ان شاء الله، ايوا بصحتكم تذوقوا من هاد الشريحه ان شاء الله يا ربي. كان هذا هو الفيديو ديال صاحب القرعه، تمنى يعجبكم. ندعوكم انكم تدخلوا عندنا الحسابنا على الانستغرام اللي هو هذا، ديروا لنا فولو تما تبعونا لاننا محتاجينكم تما بزاف انا والوالده. وكنديروا تما فيديوهات، كنديروا ستوريات دائما كل ساعه كل دقيقه ممكن تشوفونا تما، وحتى الناس اللي بغاو يهضروا معنا ونجاوبوهم ما عليكم غير تدخلونا وصيفطوا لينا ميساج فغادي نجاوبوا عليكم تما طبيعه الحال. اذا كان هذا هو فيديو اليوم، تهلاو لينا فراسكم ونلقاكم قريبا في فيديو جديد. ما تنساوش اهم شيء تشجعونا بلايك، لايك لاهم حاجه لايك كتشجعنا وفي نفس الوقت كتدعم القناه باش انها تزيد تكبر وتكبر وتكبر ونزيدو نكبروا قاعده الواشوت واشوتين ونوليو جيش في يوم من الايام. تهلاو لينا فراسكم، نلقاكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. ان شاء الله. السلام عليكم خويا نور الدين، قالتي ماما كي داير الواليد؟ كلشي بخير الحمد لله. السلعه ديالك اللي صيفطتي لينا هي وصلات من يدي خالتي ماما ومن يديكم، شكرا بزاف. تعذبتو تمحنتو ولكن فينالمون وصلات فرنسا، كلشي وصلنا زوين. طبيق زوين بزاف بزاف بزاف، غزال كيبان حسن من التصويره في الحقيقه. الشعير خالتي ماما اللي كنتو حصدتوه الان كي داير خالتي ماما كي داير الواليد، واحنا حالنا الكرموس جا الكوره.